هذه الغرف والمضخات الضخمة ليست جزءاً من أحد المصانع العملاقة، بل هي مجرد غرفة تبريد لأسرع وأقوى حاسوب عرفته البشرية، حاسوب مخصص للمهمات الصعبة التي تعجز عنها جميع الحواسيب في العالم. إنه الحاسوب فرونتير الخارق. كشف عن حاسوب فرونتير عام 2023، وصلت تكلفته إلى 600 مليون دولار، وعمل على بنائه أكثر من 100 عضو في فريق من القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة عبر مصادر من ملايين المكونات، وهو تابع لمختبر أوك ريدج في الولايات المتحدة. أصبح فرونتير رسمياً الأسرع والأقوى في العالم بعدما استطاع كسر ما يسمى حاجز إكساسكيل، الذي يعني القدرة على استكمال أكثر من كوينتليون عملية حسابية في ثانية واحدة. والكوينتليون بالمناسبة هو عدد يساوي مليون تريليون، بمعنى آخر واحد وعلى يمينه 18 صفرة. وللتبسيط أكثر، فإن الرقم يعادل استكمال كل شخص على كوكب الأرض لستين عملية حسابية في الدقيقة دون توقف لمدة 4 سنوات. حاسوب فرونتير أسرع بنحو 147 مليار مرة من أول حاسوب عملاق تم تصميمه، وهو أقوى بمرتين من فوجاكو في اليابان الذي كان يعتبر أسرع كمبيوتر عملاق في العالم، وفقاً لإحصائية في يونيو لعام 2020. مع هذه القدرة المرعبة لحاسوب فرونتير، فإن مسألة تشغيله ليست بالأمر البسيط، فهذا الحاسوب الخارق يحتاج لتشغيله بنى تحتية خاصة. فنظراً لارتفاع درجة حرارته، فإنه قد يكون معرضاً للذوبان والانهيار، لذا تطلبت عملية تبريده وضعه في مساحة تجاوزت نحو 680 متراً مربعاً، تتدفق فيها مياه عبر مضخات بما يعادل نحو 22 ألف لتر ماء في الدقيقة الواحدة. المضخة الواحدة تعمل بقوة 350 حصاناً بخارية، أي أن باستطاعتها أن تملأ مسبحاً أولمبياً في أقل من ساعة. كما أن الحاسوب فرونتير يضم 74 خزانة تحوي كل منها على كابلات يتجاوز طولها كيلومتراً و600 متر. أما عن استخداماته، فقد أكدت الجهة الممولة للحاسوب وهي وزارة الطاقة الأمريكية بأن فرونتير سيتعامل مع المشكلات التي لا تستطيع الحواسيب العادية التعامل معها، مثل التحقيق في أصول الأمراض واكتشاف الأنماط في البيانات الطبية، بالإضافة لمحاكاة المناخ بدقة فائقة وحل ألغاز البنية الأساسية للكون. فرونتير سيسمح للعلماء بتطوير تقنيات للطاقة والاقتصاد والأمن القومي للولايات المتحدة، وحل المشكلات الحسابية التي كان من المستحيل القيام بها قبل 5 أعوام. فرونتير ليس لحل مشاكل المناخ والبيئة فقط، بل إن هناك اتجاهاً آخر نحو محاكاة الانفجارات النووية ومدى قوتها وتأثيرها ونجاعتها، كما سيتم استخدامه لإجراء اختبارات الأسلحة الافتراضية وغيرها من المهام المعقدة حسابياً.